بعد رحيل سوشانت، حالم بوليود ظهر على حقيقته، وكل النجوم الذين كانوا يتظاهرون بحبهم لسوشانت وتضامنهم معه اختفوا، ولم يتحدث أحد إلا النجمة كانغانا رانوت التي قامت بلقاءات صحفية بعد وفاة سوشانت، وقالت أنها هي أيضا تعاني لأنها مثل سوشانت لم يكن لها معارف في بوليود، ولذلك هي أيضا تتعرض للمضايقات تصل إلى حد إرغامها على الانتحار. وأكدت فرضية أن سوشانت انتحر لأنه عانى في بوليود. كل هذه الأحداث التي وقعت بعد رحيل سوشانت كان لها تأثير كبير على بوليود، وخير دليل ما يقع حاليا عندما يتم إصدار فيلم لأحد أبناء النجوم أو المواهب التي يدعمها المنتجون، فأصبحنا نلاحظ عدد كبير من الديسلايك على إعلانات أفلامهم على يوتيوب، والجمهور بدأ يفكر أكثر من مرة قبل مشاهدة أي فيلم. تحقيق النجاح في بوليود تغيرت مقاييسه ومعاييره، وكل هذا بفضل سوشانت. هاي هاي. ولكي نتذكر أداء سوشانت الرائع، MBC بوليود ستعرض أحد أجمل أفلامه كدرنات يوم السبت 24 يوليو على الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية. صحيح أن سوشانت رحل، لكن رسالته وصلت، وكلنا يجب أن نشجع المواهب.